السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم وين في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثر ثقة مع الأخ عبد الرزاق، ودائما راكم تشوفوا معنا شومبرا كلشي جديدة. اليوم جبنا لكم شومبرا بزاف بزاف هايلة واسمها غرفة البال، تحفة فنية مخدومة أون بواط. ما عندي ما نقول خوتي، غرفة البال اللي راكم تشوفوا فيها نديركم كالعادة بلا كاردرو، الشكل الخارجي اللي استوحينا منه اسم غرفة البال كما راكم تشوفوا. ها ليكم العرسات خوتي، يعني كي تكون داخل للقص كما راكم تشوفوا في حاجه ما شاء الله، طروا بورت كوليسون خشينه. هذه الغرفه فلاود غام خوتي في الطروا بورت، ولكن فخم الله يبارك. شوفوا لي المونطون تاعها شحال خشين الله يبارك، ميم لو هذا كومبليسي جي اتر كما راكم تلاحظوا فيه. طروا بورت كوليسون برياتي اوفرتور فاسيل، فوالا خوتي تحفه. الباب ثقيل، لونكادرمون تاعها كامل اون بوا اتر كما راكم تلاحظوا فيه. فوالا الداخل كيفاش مخدومه، 1 2 3 4 ايطاجير، 5 دفات افيك اون تري تري بيل فينيسيون في الميليو الله يبارك خوتي. فوالا شوفوا الله يبارك، ايطاجير اسباس بور لا ترينج بلوس ان تيروار، غرفه نوم للناس اللي عندهم الذيق يحبوا فلاود كام، يحبوا حاجه فلاود كام. خممنا فيكم وجبنا لكم هذه الغرفه الله يبارك خوتي. ننتقلوا ديريكت نشوفوا لاكوافيز فلافور ال كبيره الله يبارك، فلاود كام كما راكم تشوفوا فيها، كات تيروار برايا تيليسكوبيك اوفرتشور فاسيل. شوفوا الله يبارك لا فينيسيون داخل. تفضل خويا لامين وري لهم ومتحم الله يبارك كما راهم يلاحظوا فيها. غرفه شابه شابه بزاف، يعني في اول ظهور تاعها في محل اثاث ثقه، فيها زوج قاعدات زجاجيه، فيها هنا بورت اوفرونت وين تحطوا صوالحكم على سبيل المثال، اي حاجه خوتي الماكياج تاعكم اي حاجه، فوالا خوتي روايحكم اي حاجه. بلوس هذا الكيسون خوتي اللي راكم تشوفوا فيه بورت ماكياج، كوليسون تحفة ما شاء الله. اي او ميم طون وين تقدروا تشوفوا روحكم كامل بالطول، يعني بزاف بزاف هايلة وشابة. هذه بالنسبة لاكوافيز، نروح نشوفوا السرير. قبل ما نشوفوا السرير راح نبدا لكم في البتي دوسي اللي راهو كامل ابانو، خويا لامين وري لهم في الكوتي باش يعرفوا الحجم تاعو كيفاش مخدوم. كوتي صحة، غرفة ما عندي ما نقول عليها، ما عندي ما نقول عليها خوتي. توجور راكم تشوفوا لي شومبرا كوشي، وصدقوني تشوف شومبرا تنسى خدها. اما 90 اما 60 لونكادرمون تاعها راهو كامل اون بواط، والتيشي تاعها هذا نشق ماش، هذا سي لو سيميلي كوير حاجه فلاود كام خوتي. هذا يعني اخر تكنولوجيا. زيدوا شوفوا لي لاطاب دو نوي خوتي بان سيغ تيروار قاعده زجاجيه، توجور رايه تيليسكوبيك اوفرتشور فاسيل بيان سيغ الله يبارك. ولي بونت خوتي تاع السرير راهم هابطين. هذه هي الغرفة، نتمنى كانت نالت إعجابكم. الغرفة اللي تحت اسم الباي، غرفة الباي الله يبارك، السعر تاعها 25,800,000. النقل والتركيب لجميع الولايات، وين ما تكونوا خوتنا نجيب لكم الغرفة نركبوها لكم وتخلصوا في داركم. هذه هي أثاثيقة، إن شاء الله نكون عند المستوى خوتي، إن شاء الله نكون عند حسن الظن تاعكم، إن شاء الله جديد لنا نجيبوا لكم راوي يرضي فيكم، وإذا ما رضيتكمش هذه الغرفة إن شاء الله نجيب لكم غرفة شابة عليها واللي ترضيكم. رانا نسعوا دائما باش نلبيو الأذواق تاعكم، وراكم دائما كل يوم كل يوم ديكوفري معنا دو موديل تاع لي شومبرا كوشي. تابعونا في البث المباشر راح تزيدوا تشوفوا بزاف صوالح شابين. بارك الله فيكم على المتابعة. كان معكم الأخ عبد الرزاق، والسلام عليكم ورحمة الله.